اكتر حاجتين بيحددوا مسار الاشعة جوه العين هو القرنية وهو الجزء الخارجي من العين، عشان ناس كتير مش فاهمة يعني ايه قرنية. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظارة. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الامان في عملية تصحيح الابصار والحصول على نتائج رائعة. ابيض و2 يجي العين يقول لك انا جاي اعمل ليزك، معلش انت جاي تقلع النضاره، فسيب لي انا اختار لك يناسبك ايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون طب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعيه الامريكيه لاصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشوره دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلا بكم. المية البيضاء موضوع مشهور جدا، حتى اسمه بدأ يبقى مأخوذ بالإنجليزية عند كتير من الناس، الكاتاركت. كاتاركت مرض قديم جدا ومرض يعني حتى ذكر في القرآن. المرض دوت مرض مزعج جدا للمريض، وخصوصا انه مرض انسيديوس، مرض تدريجي. في الاربعينات تبص تلاقي، او في الخمسينات او بعد كده، تلاقي المريض بدا يلاحظ انه مش قادر يشوف كويس. المريض في السن ده راجل كبير، ست كبيره، صحيح متطلبات الحياه بالنسبه لهم زمان كانت قليله، لكن دلوقتي ما بقتش قليله. بقى في رجل اعمال، في سيدات مجتمع، في ستات عندهم مسؤوليه بيت، شايلين اسره كامله على في زي ما بيقولوا على دماغهم، في العمل، في الخدمه. عدم الرؤيه الجيده ده شيء مزعج جدا. بقت الحاجات اللي حوالينا محتاجه رؤيه، يعني المطبخ بقى محتاج رؤيه، السخان بتاع المطبخ او الفرن بتاع المطبخ، ناس كتير عندها فرن بشكل معين لازم اتشاف انا عامل ايه. الغاز الداخل خطر جدا، انا مش شايف كويس، انا مش عارف اذا كنت قافل ولا فاتح مفتاح الغاز، مش شايف كويس الموبايل، مش شايف كويس القرايه، مش شايف كويس اشارات المرور، مش شايف كويس الطريق، لان انا هسوق عشان اوصل بنتي او ابني او رايح لهم في مشوار مهم. كان زمان يمكن الاعتماد على دقه البصر ما كانتش زي دلوقتي. دلوقتي المساله ارتفعت الى درجه كبيره يجعل معها مرض الميه البيضاء مرض خطير، او بمعنى اصح لانه خطير، لانه ممكن عدم الرؤيه الجيده يؤدي الى مش، خصوصا انها تدريجيه فبيتسرق النظر، او بمعنى اصح انت ممكن ما تكونش واخد بالك ان انت اوريدي محتاج علاج. الكلام هنا هيفتح لنا مواضيع كبيره ومهمه جدا، واعتقد انه موضوع مثير للغايه ويهم ناس كتير انها تفهم ما هو او ما هي الميه البيضاء وما هي اساليب علاجها. قمه علميه كبيره واسم كبير في عالم جراحات العيون، وطبعا شارح متميز للغايه، واحد من المتميزين جدا في مصر والوطن العربي في هذا المجال، وضيف العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد عساف. اهلا بك دكتور احمد. اهلا وسهلا. كالعاده بتعبك وبسهرك. لا خالص، بنسجل بالليل خالص يا جماعه، الناس الحلوه باظه وبنسجل الاسبوع اللي فات، يبقى خلاص خلينا برضه متعودين على بالليل، خلاص تعودت خلاص. الميه البيضاء مرض بقى اكثر انتشارا ولا احتياجات البصر هي اللي بقت اكبر؟ لا حضرتك، احتياجات البصريه هي اكتر، وفي بعض الساده المشاهدين بيسالوا يقولوا هي الميه البيضاء بقت منتشره كده ليه؟ وبقت تيجي في السن الصغير ده، احنا كنا بنسمع ان جدودنا هم اللي عندهم ميه بيضاء، ازاي يبقى واحد عنده حاجه 40 سنه ونفاجئه نقول له انت خلي بالك عندك ميه بيضاء، بينزعج جدا. لا، هو طريقه اكتشاف الميه البيضاء والتعامل معاها تطورت جدا، فبقينا نعمل عمليه الميه البيضاء في سن اصغر نتيجه زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمه، احتياجات البصريه دلوقتي بقت عاليه قوي. كان زمان ما عندناش موبايل، ما كانش عندنا انترنت، ما كانش عندنا كمبيوتر، ما كانش، كان التلفزيون شاشه يعني هي شاشه لوحدها مزغلله بتاعت التلفزيون، فبالتالي انا بتفرج على التلفزيون، بنزل اسوق العربيه او بوصل العيال المدرسه ماشي وارجع تاني، حتى في وجود ميه بيضاء مأثره على النظر بنسبه 10-20% هتعايش معاه. لغايه لما اكبر في السن واحس ان الميه البيضاء فعلا بقت مأثره ومش مخلياني امارس حياتي بشكل طبيعي، بلجا بعد كده للحل الجراحي، وكان هنا وقتها حل جراحي برضو، وكان فتره النقاهه طويله، وكانت المريض بيلبس نظاره، فكان يعني بنخلي الميه البيضاء لما توصل مراحل متقدمه ونعمل العمليه. الوضع هنا اختلف خالص، احتياجات البصريه بتاعت المريض ما بقاش يستحمل
شويه الزغلله اللي بتبقى موجوده في بدايات حتى الميه البيضاء، بيحس ان بالليل مش سايق كويس، بيحس ان الموبايل ساعات الكلام ممسوح في بعضه، مش بسبب نظاره قرايه بس، بسبب كمان الميه البيضاء في بعض الاوقات. ممكن يكون جوده الصوره بنرفزها لما يبقى قاعد قدام التلفزيون او الموبايل او الكمبيوتر. بيلجأ بعد كده هو ان احنا نعمل عمليه الميه البيضاء، خاصه كمان ان احنا تطورت قوي، بقينا واثقين قوي من النتائج، وبقت الميه البيضاء ما بقتش ميه بيضاء بس، هي بقت ميه بيضاء واصلاح ابصار. يعني كانها زي الليزك كمان، كنا بنقدر نخلي المريض يتخلص من النظاره حتى لو كان بيلبس نظاره قبل العمليه. عظيم. هنبدا الحوار بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ هبدأ الأول بسؤال تاريخي شوية. عملية المياه البيضاء كانت عملية في التاريخ ليست ذات يعني زي ما بيقولوا نتائج مضمونة زمان، وكانت عملية كبيرة زمان. ده كان تاريخيا. هذا الكلام أبيض أم أسود أم رمادي؟ أبيض طبعا، واحنا كنا بنخليها لما يكون المريض مش شايف، يعني بالبلدي كنا بنقول لما الميه البيضاء تستوي. تستوي يعني توصل مرحله من التقدم، المريض يا دوبك مش شايف غير حركه الايد او يعرف يعد الصوابع قدام عينيه، لكن مش قادر يمارس بعد كده حياته، مش شايف طريقه للحمام بوضوح. هنا نقول خلاص هنعمل العمليه، عشان احنا ما كناش متاكدين من النتيجه او بتاعه العمليه، وعارفين ان المريض هيلجا للبس نظاره طبيه بعد العمليه، ان في غرز في العين وما شابه. الوضع دلوقتي اختلف تماما، فطبعا زمان ما كانش واثقين بالنتيجه زي دلوقتي. ابيض. دخول الفيمتو في علاج الميه البيضاء رفع من مستويات الامان بدرجه كبيره جدا، وقفز بهذه العمليه قفزه هائله. ابيض طبعا. رمادي. رمادي. مفاجأة. تصدق انا بسألك السؤال ومتوقع ابيض وهنلاقي. لا 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 لا. ليه ليه ليه؟ رمادي. ليه؟ لان برضه زي اي تكنولوجيا، اذا ما كنتش انا مدرك وملم بابعاد التكنولوجيا دي كويس قوي، فانا هأذي مش هفيد. فدي احنا دخلنا على حقبة جديدة جدا من عمليات المياه البيضاء، اللي هي فيمتو كاتاركت. الفيمتو سكن ليزر لما بيمشي دلوقتي في المياه البيضاء ليه دور كبير جدا، بس اذا ما كنتش فاهم ان الجهاز ده بيعمل ايه، وانا بعمل بروجرامينج كويس قوي، يعني انا احيي المخرج او المعد ان هو جاب فعلا ده شغل، احنا بنعمل بروجرامينج. اذا ما كنتش انا فاهم كويس قوي، انا ببرمج العين دي هيحصل فيها ايه، اللي بتختلف من عيان لعيان تاني، واقول ده هعمل له الميه البيضاء بالطريقه الفلانيه، هفتت الميه البيضاء بالشكل الفلاني، هعمل له فتحه العدسه بحجم قد كده، هصلح استجماتيزم قد ايه، مش هصلح استجماتيزم، انا شايف ان العين ده محتاج كذا، ده مش محتاج، ده قصه تانيه خالص. فاذا ما كنتش فاهم القصه دي فانا باذي المريض مش بفيده. فهنا رمادي، يعني هي ممكن تكون ابيض ممكن تكون اسود. ابيض لو انا فاهم التكنولوجيا كويس قوي، متدرب عليها كويس قوي، عندي فيها خبره كويسه جدا، فاكيد انا هتبقى نتائج احسن من الميه البيضاء التقليديه. لو انا مش مدرك او مش ملم بهذه التقنيه الحديثه، فطبعا انا كده هيبقى اسود، هيبقى انا باذي المريض، فالاجابه هتكون رمادي. طب السؤال كده مهم قوي، استخدام الفيمتو كاتاركت اللي هو حاله من حالات استخدام الفيمتو ليزر، صح كده، في التعامل مع الميه البيضاء، يحتاج الى مهاره اكثر من الطبيب لضمان نجاح العمليه، لضمان نجاح العمليه، هو عايز مهاره اكثر مش جهاز اكثر مهاره ودكتور اقل خبره. ابيض. ابيض مش اسود، عشان الناس كتير فاهمه العكس، او احنا يمكن بغلط. ما انا على فكره قلت العكس، انا قلت لما الفيمتو كاتاركت يكون موجود جهاز، يعني الفيمتو يبقى مش لازم يكون دكتور شاطر قوي، عادي الجهاز زي قشطه. لا للاسف احنا كلنا كنا فاهمين كده. هو يا تقدر تقول ايه، تكنولوجيا تانية جديدة خالص، بنتعلم حاجة جديدة خالص، فمحتاجة خبرة تانية خالص. هو في الاخر خالص، ايه ده الصورة دي جبتوها منين؟ دي صورة المؤتمر بتاعك الاخير. كان احنا عندنا ده الجمعية الرمادية، عندنا جهاز جبار، جهاز اعداد جبار، بيعرف يعمل جهاز تعقب. مش انت عندكم التتبع والتعقب؟ احنا عندنا تعقب وتتبع، لما بنتصل بنعرف ان انت، فبنعرف نبدا نسيرش نعرف فين المؤتمر ده. ايه قصته بقى؟ ده قصة المؤتمر ده. انا فاكر المحاضرة دي كانت بتكلم على المية البيضاء والفيمتو ليزر في المية البيضاء، في حالات المية البيضاء الصعبة اللي هي المتكلسة، وايه الفوائد وايه اللي مش يعني ايه اللي هيقدر يفيدنا وايه هيقدر مش هيقدر يعمله. لان هو برضو يمكن الواحد كان متحمس قوي ان الفيمتو ليزر هيعمل كل حاجة والدنيا، هيعمل
شغل هايل، بس لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان هو في حاجات هيقدر يعملها وحاجات مش هيقدر يعملها. فإجابة سؤال حضرتك هنا هوت، هي ايه المحاضرة دي؟ هي بيعمل الفيمتو ليزر نقلة جبارة في مجال طب وجراحة العيون بالذات تحديدا في المية البيضاء، بشرط تلم تماما بالتكنولوجيا دي، غير كده هوت فانت مش هتبقى هدم مشاكل. فلازم تكون اكثر خبرة مش اقل خبرة، اكثر خبرة علشان هي دي ابجريد. يعني الفيمتو ليزر مع المية البيضاء ده احنا بنتكلم مثلا عملية المية البيضاء بموجات فوق صوتية كده، الفيمتو ليزر مستوى اعلى، عشان اوصل المستوى الاعلى ده انا محتاج خبرة اكتر مش خبرة اقل. انا لغاية دلوقتي اسئلتي طبية الحمد لله، اسئلة بسيطة، اسئلة واضحة، اسئلة ما فيهاش دبلوماسية، ما فيهاش اي عباية. لا نذهب للمتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، أم بريء؟ السؤال الجاي ده سؤال على فكرة سمعته بودني وتكرر قدامي، يعني مرضى لحكهولي. من يروج بأن استخدام الموجات الصوتية في علاج المياه البيضاء أفضل من الفيمتو كاتاراكت؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ أفضل. بص أنا هجاوب إجابة دبلوماسية شوية، هي متهم. تمام، لان هو ممكن يكون يعني زي ما قلنا قبل الفاصل، احنا قلنا عشان نشتغل فيمتو لازم اكون املك التكنولوجيا وامتلك كمان الخبره. اذا كنتش انا همتلك الخبره بتاعت الفيمتو كاتاركت، فبالتالي انا لو موجات صوتيه في ايدي انا دي محاضره، لا 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 دي محاضره ثانيه، محاضره ثانيه برضه. ده قصه انتوا بتجيبوا حاجات غريبه. لا لا انا بقول لك احنا عندنا جهاز عبقري في التتبع. ده كان في الجمعيه الاوروبيه لاصلاح الابصار والمياه البيضاء، دي اعلى مستوى علمي مستوى انترناشونال. ده مؤتمر عالمي على مستوى العالم كله. الجمعيه الاوروبيه هي جمعيه دقيقه جدا على فكره. بالظبط، وهي يعني انا شايف ان هي يمكن افضل من الجمعيه الامريكيه في حاجه، ان هو الامريكا محددهم شويه موضوع الاف دي اي، مأخرينهم كذا سنه عن اوروبا. اوروبا دلوقتي متقدمه يمكن اكتر من امريكا في طب العيون، معرفش في المجالات الطب الثانيه ايه، بسبب ان هو الاف دي اي في امريكا يمكن بتخليهم متاخرين شويه. المهم اللي هي منظمه الاغذيه والادويه الامريكيه. المهم الاجابه عن سؤال حضرتك، هو ممكن يكون انا كجراح احط نفسي مكانه، انا ما عنديش التكنولوجيا دي او مش فاهمها او مش دارسها كويس، ففي ايدي انا ممكن استخدم الموجات الصوتيه تطلع عمليه احسن من الفيمتو ليزر. بس لازم نبقى الصوره واضحه، ان مش معنى كده الموجات الصوتيه هي احسن، لا، هو الفيمتو ليزر اكيد احسن، لان هو ده تكنولوجيا دقه الليزر لا يمكن تضاهيها دقه الـ 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 العامل البشري. العامل البشري عمره ما عمره هيطلع بنفس الدقه بتاعت الليزر. على سبيل المثال هنا هو انا بعمل فتحه عشان احط في المحفظه بتاعت العدسه عشان ازرع العدسه، لما بعملها بايدي بتطلع مش هتبقى دايره مظبوط، لكن الليزر هيطلعها لي دايره زي ما كان مرسومه بالبرجل. فبالتالي مهما كان ان هو واضح قوي، مهما كان الفرق ما بين الفيمتو ليزر والمياه البيضاء بالموجات فوق الصوتيه، لكن لو ما املكش الخبره بالفيمتو ليزر فاكيد الموجات فوق الصوتيه في ايدي انا كجراح هتبقى احسن من الفيمتو ليزر. لكن الكلام عام، لا، الفيمتو ليزر طبعا دقته اعلى ونتائجه احسن من الموجات فوق الصوتيه التقليديه. فعشان كده الاجابه هتلاقيها لا ابيض ولا اسود، لا جاني ولا خليناها متهم. هنروح بقى للاوهام المتعلقه بهذا المرض الشهير المؤبد، الوهم والشك واليقين. وهم، شك ام يقين؟ طبعا اكيد شفت فيلم كده رضا. في مشهد العبقري احمد حلمي عمله لما راح لدكتور العيون وقال لي انا جايب القطره من امريكا، القطره دي عملوها في امريكا ومنعوه انها توصل للشكل الابيض. بص عينيا وراحوا عاملين عليه نصبه، ما هم كانوا اثنين توأم، واحد نظر كويس وواحد نظر مش كويس، وراح قال له هنزل اجيبها لك من تحت اهو حطها قدام وعاش يعني. ده كانوا بيشتغلوا نصابين في الفيلم كده رضا. ما انا فاكر عادي عادي الجهاز الجهاز ما بيقيس انزلوا. هلا من الممكن اجراء، ده سؤال فني قوي، من الممكن اجراء عمليه الفيمتو ليزك بعد الفيمتو كاتاركت؟ ده وهم ولا شك ولا ممكن
ممكن اصل هي المايه البيضاء دي بنشتغل على القرنيه، على المايه البيضاء ده العدسه اللي جوه العين، والفيمتو ليزك بنشتغل على القرنيه، الاثنين ممكن يعملهم بالفيمتو بتكنولوجيا الفيمتو، بس دي حاجه ودي حاجه. بالعكس ده في اجهزه دلوقتي من الفيمتو ليزر بتشتغل على الاثنين، يعني بتشتغل على القرنيه كمان في نفس، هو نفس الجهاز ممكن يشتغل كمان على المايه البيضاء. ممكن اعمل للعيان عمليه مايه بيضاء، ولو انا عايز اعمله ليزك بعد العمليه اعمله ليزك بعد العمليه. بالعكس احنا كمان بنعمل تشريط قرنيه كمان بالفيمتو ليزر، تشريط قرنيه في الميه البيضاء، بعمل تشريط قرنيه بالفيمتو ليزر لاصلاح الابصار كمان. اليقين النهارده ان انت رفعت لنا مستوى الحوار العلمي جدا في الحلقتين الاخرين. اتمنى بس يبقى الكلام واضح وسهل للساده المشاهدين، بس انا خايف اكون دخلت في حتت علميه زياده عن اللزوم. في حتت علميه زياده عن اللزوم بندخلها بتوضيح، يعني الناس ما فيش شك اللي رايح يعمل عمليه في عينه او اللي مهتم انه يهتم بعينه ده بيدور في تفاصيل التفاصيل، ده ناقص يذاكر. والله يا دكتور ايمن هو ما فيش حد بيعرف يطلع مني الكلام ده غيرك انت. انا بسعد، وانا زي ما اقول دايما في الدكتور والناس الحلوه، كان في اضافات كتيره وكبيره جدا، لكن في على مستوى العلمي الكل اضافات، على مستوى الكاريزما والشرح الاضافات انت واحد من الاضافات الاساسيه في هذا المجال، الاضافات الشرحيه المهمه جدا. انا يهمني كشارح هذا المعنى مهم قوي. العلم ناس كتير عندها علم، لكن مش ناس كتير تقدر توصل هذا العلم للجمهور، اللي كان الطلبه يعني الطلبه نفسهم قليلين، وتحت المستوى الاكاديمي في عين شمس كانت الناس تحب تحضر محاضراتك. انا من الجيل اللي كنت احب احضر محاضراتك، انا بكبرك. ما تكبرنيش، فرق بسيط يا دكتور ايمن. عامة انا بنتهز الفرصه وبشكر، طبعا بشكرك تحديدا وبشكر البرنامج، ان هو من يعني انا بحب اقعد في برنامج الناس الحلوه تحديدا، والدكتور طبعا، بس الناس الحلوه ليه طعم خاص في موضوع ان الاسئله مباشره ومحدده، وفريق الاعداد في البرنامج يعني قاري ومتابع ومذاكر كويس قوي عشان نجمع هذه الاسئله طبعا بمساعده حضرتك، ويطلع الاسئله، فالكلام ما بيطلعش الا فعلا في الناس الحلوه. لانه كمان احنا في الناس الحلوه الاعداد بيعرف يحط لك اسئله تفتح ملفات شائكه. والملفات اللي انت بعد كده بتقعد تقول ليه خليتني اتكلم؟ ربنا يستر. الله يخليك يا بوجو. نورتوا تعبناك معانا النهارده حوار كبير. طبعا مع الكمال الكبير استاذ الدكتور احمد عسل. خليكم دايما مع الناس الحلوه. الناس عندها اعتقاد ان تنظيف البشره بالصابون يجعلها تبدو او تظهر اكثر حيويه، ففي ناس بتبالغ في استخدام الصابون. لو هي عندها يعني لا قدر الله بتشتكي من رينال فيلير او عندها مشاكل يعني في الكلى او في الكبد، هسحب منها العينه هعمل بيها ايه؟ لان طبعا حضرتك عارف ان لو هي عندها اي مشاكل في الكبد انا البلاتلت بتاعتها مش هتبقى مظبوطه. البلازما في يد الاطباء غيرها في يد غير الاطباء. وهذه التقنية كمان دي مرتبطة بالدم، وتقنية مرتبطة بالدم يعني عايزة برضو نوع معين من التعامل. البي ار بي جزء من البلازما اللي هي جزء من الدم، فمش كل بي ار بي او كل بلازما تبقى بي ار بي تصلح للعلاج.